وكان ناديو على السي زهراء عبد العزيز باش يتفضل الطلقه الاولى. سي بعوشي انوار يتفضل. يا بلاتي خلي خليك عرض سيدي هاكاك كاهل شدي عرض سيدي شدي المقدم حميد مكشري يتفضل الطلقه الاولى. مقدم خليل الزهراوي الطلقه الاولى. مقدم موسى غداني تفضل الطلقه الاولى. في لا يمزويها جزاها موسى غودان هذا غوي هذا غوي السيد. مقدم وحسين احمد يتفضل على بال رقبو ودي وقت يا حفظ يلا وهو فهد ايوا الخي مقدم الزين محمد يتفضل الطلقة الأولى. مقدم سعودي سعيد يتفضل. بالنسبة لنتائج الطلقة الأولى سربت السيدة زهراء عبد العزيز حصلت على 13.5 سربت السيد باعوشي أنوار حصلت على 17 نقطة سربت السيد حميد مكشرد حصلت على 10 نقط سربت السيد خليل الزهراوي حصلت على 12 نقطة سربت السيد موسى غودان حصلت على 14 نقطة سربت السيد وحسين أحمد حصلت على 13 نقطة سربت السيد زين محمد حصلت على 15.5 نقاط سربت السيد مسعودي سعيد حصلت على 10 نقاط. دابا غادي ندوزو للسلسله الثانيه ديال الطلقات مع المقدم أزهرة عبد العزيز يتفضل. بسم الله
قدم بعوشي انوار يتفضل الطلقه الثانيه. الطلقة الثانية المقدم حميد مكشرد يتفضل. الربعة البيك الربعة و قدم خليل الزهراوي تفضل دائما تلقى ثانية. مقدم موسى غدان يتفضل. مقدم وحسين احمد يتفضل الطلقه الثانيه. خليني نصور. لا عندي وقت. ايه عبد الله الله والكحل والخير. مقدم محمد الزين يتفضل. مقدم سعودي سعيد تلقى ثانية يتفضل. أما بالنسبة لنتائج سلسلة ثانية من الطلقات، حصلت سربة السيد أزهر عبد العزيز على 13.5 نقطة، سربة السيد بعوشي أنوار حصلت على 15.5، سربة السيد حميد مكشرد حصلت على 10 نقط ونصف، سربة السيد خليل الزهراوي حصلت على 9 نقط، سربة السيد موسى غودان حصلت على 13.5، سربة السيد وحسين أحمد حصلت على 12.5، سربة السيد زين محمد حصلت على 15.5، سربة السيد مسعودي سعيد حصلت على 12.5. السلسلة الثالثة من الطلقات مقدم أزهرة عبد العزيز اتفضل.
مقدم بعوشي انوار يتفضل. كلشي عندهم كحليات. بسم الله. خليك دخل ترجع سيدي. هكاك هكاك. شد عودة ولدي شد عودة. المقدم حميد مكشرة يتفضل. الوايدين شوية قاحل مقدم خالي الزهراوي اتفضل. الله 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 شاد الله شاد 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 الله مقدم موسى غدان اتفضل الطلقة الثالثة. مقدم وحسين احمد يتفضل. وقدي وقد حفظ الله الله مقدم زين محمد زين محمد يتفضل الطلقة الثالثة. مقدم مسعودي سعيد يتفضل الطلقة الثالثة.